الله يرحم المراحيم الفاتوا من بيناتنا والناس المتخاصمين ومش شاكلين ومتداوسين، الله يصلحهم بيناتهم. وبعدين عندنا لنا كلام مهم حار فوق الكلام حق القبليات والدواس والمشاكل وينين. يا جماعة، البلد ما هو قبيلة، والبلد ما هو زول ولا زولين ولا هو نفر ولا نفرين، والسودان هذا ما حق زول واحد، السودان ده حق عامة الناس جميعا. والبقول لكم قبيلة فلان أخير من قبيلة علان، والفلين القبيلة الفلانية أخير من القبيلة العلانية، هذا بغشكم. وكل ما بوديكم الأخير، والصراع والمكاتلة والدواس والكلام الكثير ده كل كئ ما منا راجع. الناس تقبل تصالح عن بيناتها، وكين في مشكلة يا جماعة القانون ده ما في أخير منه، كل ما في شيء أخير من القانون. الناس تقبل القانون، تقبل اللي حق الله، تقبل العديل كي والصح. والموت الساكت بالهملة ده الناس توعى له. نحنا ما محتاجين نموت، ما محتاجين نتداوس، ما محتاجين زول يبقى أخير من زول ولا قبيلة تبقى أخير من قبيلة. كل زول في الوطن دي عنده حق يعيش بكرامة ويعيش بأمان ويعيش بسلامة، وكل الناس عندكها واحد، ما في زول أخير من زول آخر ولا في قبيلة أخير من قبيلة إلا بالفضل. وصحيح الله خلقنا ما واسانا، لكن الفضلنا على بعض بالأعمال السمحة والنيات السمحة. ألوكوا الله صفوا نيتكم وحسنوها وأوعوا زين. الزول اللي بدلكوا على الشين كله ما تنجروا ورايا. الزول اللي بنطوكوا سلاح ولا بقول لكم شيلوا لكم سلاح وامشوا تداوسوا كله ما تسمعوا له. والجريمة اللي بتبقى، الجريمة حقك كن قتل ولا كن سرقة ولا كن أي جريمة تانية، الجريمة دي بيحلوها بالقانون وبالأديل كمان بالأود كله. اليوم ممكن زول قتل تمشي انت كلها تكتلة، ولكن زول دقاق انت كلها تدقة. ممكن اي زول شيل حقه بايده الدنيا دي كلها كتبقى غاوة. الناس ما بقى عندهم فرق من الحيوانات الاخر الموجودة فوق الدنيا دي. عشان كده يا جماعة الوكوا الله قلبكوا هذا خطو اقعد فوق التراب شخطو زين كده. في اي مشكلة صلحوها بالعديل، لكن المشاكل كفانا منها دول. سلام عليكم.